حول هذا الشأن ينضم إلي أبو بكر إبراهيم أوغلو مراسل آي 24 نيوز من إسطنبول. مرحبا أبو بكر، ضعنا من فضلك في تفاصيل أكثر حول الإجراءات التي تفرضها أنقرة على جماعة الإخوان المسلمين. مرحبا أسيل، يجب أن نتحدث عن رؤية للواقع فعليا. هذا تقرير الذي أخذتم منه كمصدر هو تقرير لقناة العربية، قالت نسبه موقع قناة العربية إلى مصادر تركية، لكن الحال مختلف تماما. هي تقرير خلط ما بين أعضاء في الجماعة الإسلامية المصرية المتواجدين على الأراضي التركية وجماعة الإخوان المسلمين. هذه الإجراءات التي تحدثت عنها العربية هي تعتبر إجراءات اتخذت في قرابة العامين الماضيين بعد التقارب في الملف الأمني وقرب يعني بداية التقارب مع النظام المصري، وليست وليدة الأمس. لم تكن هناك أي مداهمات لعناصر الإخوان. نحن نتحدث عن بعض الأسماء التي وردت في هذا التقرير، منها مصعب الإسقيلي، إسلام أشرف، هما شابين معارضين للانقلاب لكن لا ينتمون للجماعة، تم توقيفهما ضمن الإجراءات التي تتخذها تركيا لضبط الأوضاع في إسطنبول من حيث معرفة من يقيم بأوراق رسمية ومن لا، وهو يشمل كافة الجنسيات، وتم توقيفهما في أحد المحطات ربما على قبيل الصدفة، مثل 16 مصري آخر. هناك 18 قرابة 18 مصري شباب مصريين تم توقيفهم، هم الآن في قيد الاحتجاز وهم موجودين على الأراضي التركية. قيل أنهم كل هؤلاء الشباب أخذوا من أماكن متفرقة أثناء التفتيش الشرطي على المقيمين باسطنبول، وهو أمر معتاد في ظل التكدس الذي تعانيه المدينة والذي أعلن عنه وادي اسطنبول قبل أيام بأنه سوف لن يسمح بمن يقيمون بصور غير قانونية الوجود في تركيا. وبالتالي الحديث أيضا عن مما شملهم التقرير نصر الدين فرج الغزلاني ومجدي سالم والشيخ محمد عبد المقصود ومحمد الهامي، هؤلاء كلهم أيضا كانوا أعضاء في الجماعة الإسلامية المصرية وليسوا أعضاء في جماعة الإخوان. لذا للتصحيح، لم تكن هناك حملات اعتقالات ضمن صفوف الإخوان، لكن ما جاء صحيحا في التقرير هو أنه كانت هناك تعليمات مباشرة لنشطاء الإخوان. يعني الخبر الذي ذكرته قبل قليل يقول أن هناك إجراءات وليس اعتقالات، ولكن أليس هذا متوقعا من قبل تركيا خاصة في هذا التوقيت يعني الذي تحاول به أنقرة الحفاظ على علاقاتها مع مصر بعد القرار في يعني إعادة السفراء بين البلدين؟ نعم، أقول لك يا أسيل، لكي نتحدث بمعلومات يسمعنا العالم، نحن نتحدث عن ما تم فعلا من جانب الجانب التركي لطمأنة الجانب المصري عن بدء المرحلة الجديدة، هو وقف القنوات التي تتبع المعارضة المصرية والمصطلح على اسماء بين القنوات الإخوانية التي تبث من الأراضي التركية، وتم إغلاق قناة مكملين وهي أشهرهم، وتم نقل مكتبها إلى تركيا. هناك أيضا محمد ناصر، الإعلامي محمد ناصر ومعتز مطر وأسامة، أيضا كان هناك ثلاثة أو أربعة من البارزين في الإعلاميين المصريين المعارضين تم إخراجهم أو تم السماح لهم بمغادرة الأراضي التركية كنوع من أيضا الود لدى الطرف المصري، وأيضا أغلقت قناة مكملين هنا، لكن تم توصية جماعة الإخوان المسلمين بعدم إقامة أي فعاليات، وذلك منذ عام تقريبا لم تقم أي ذكرى ليناير أو فضل ربع. كل هذه الأحداث تم وقف الاحتفال بها على الأراضي التركية كبادرة حسن نية من الأطراف المصرية. شكرا لك جزيل الشكر أبو بكر إبراهيم أوغلو، حدثتني من إسطنبول على كل هذه المعلومات.